انفرد بيه معلمنا لوقا. يعني المثل ده مش هنلاقيه لا في متى ولا في مرقس ولا في يوحنا، ولكن اللي قاله او ذكره هو القديس معلمنا لوقا، وذكره ضمن بعض الامثال اللي قالها السيد المسيح، وكان بيوجهها اساسا لرأس الافعى اللي هي محبة المال. ومحبة المال اللي هي اصل كل الشرور هي كانت الخطية الواضحة في حياة الفريسيين. فهو كان بيكلم طغمة او فئة او طائفة من طوائف اليهود، والطائفة دي كانت طائفة غنية جدا. يعني من يتكلم عن 100 بس زيت، البس الزيت ده يعني حوالي يعني 40 لتر، يعني نتكلم في نص طن مثلا زيت. فاذا كان واحد عنده حقل بيطلع نص طن زيت، معنى كده ان هو اكيد مساحة كبيرة من الاراضي واشجار كبيرة عشان يطلع منها هذه الكمية الكبيرة. فهو بيتكلم عن ناس اغنية جدا. وكان اليهودي يفتخر بغناه ان هي نعمة من عند ربنا، وكان يعتبر الانسان الفقير ان ربنا حرمه من هذه النعمة. فجاء السيد المسيح ليغير هذا الفكر. مش معنى ان انا انسان فقير ان انا ملعون، او ان انا ربنا ما دانيش بركة، لا، ليس هذا هو المقصود. ولكن هم كان عندهم هذا الفكر ان مدام انت مش انسان غني، اذا انت انسان ما عندكش بركة. فكانت البركة بيقيسوها بحجم المال اللي عند كل شخص. فجاء السيد المسيح علشان يوضح لهم ويفهمهم محبة المال اللي هي يعتبر اصلا لكل الشرور. لا تقدرون ان تخدموا الله والمال. السيد المسيح قال كده، ما تقدروش تخدموا الله ومين؟ والمال. طب امتى المال يكون شر؟ هل المال في حد ذاته شر؟ ام انها وزنة وربنا اعطانا اياها؟ ربنا ادانا وزنات كتير، الصحة وزنة، المال وزنة، الفكر وزنة. لو ربنا ادى الواحد مثلا علم، فالعلم ده وزنة. المفروض ان الواحد بيتاجر بكل ما له من اجل ملكوت ربنا يسوع المسيح. يعني ربنا اعطى الواحد المثل بتاع الوزنات، 5 وزنات، وقال له يا رب انا ربحت قدها. واحد تاني اداله 3 وزنات، قال له يا رب انا ربحت قدها. وادى الواحد تاني وزنة اخدها ودفنها فين؟ في التراب. هو دون الشخص اللي مش بيستخدم المال من اجل ايه؟ من اجل خلاص نفسه ومن اجل مساعدة الاخرين. اذا كان ربنا اعطانا مالا، فالمال ده يعتبر ايه؟ ليس شر في حد ذاته. المال في حد ذاته ليس شر. لكن امتى المال يتحول الى شر؟ لما الانسان يحبه ويكون له المال اله، ويكون سيد عليه، وهو اللي يسود عليه، ويكون هو اللي يحرك افكاره، هو اللي يحرك مشاعره تجاه الاخرين. يعني لما يجي واحد يتجوز يشوف هذه الجوازة هل هي مكسباه ولا مخسراه. ممكن واحد يقدم بنته ان هي تتجوز لواحد يكون غني، طب وفين ربنا في حياته؟ فليس المال هو المقياس. فالسؤال اللي احنا عايزين نسأله النهاردة، امتى المال يكون شر؟ المال يكون شر لو انا منشغل بيه، كل فكري في المال فقط، ما عنديش حاجة في دنيتي غير ان انا اهتم بالمال. وهنا السيد المسيح بيقول لا يقدر انسان ان هو يخدم سيدين، اما الله او المال. فاصبح المال بالنسبة له هنا ايه؟ الشاغل الاساسي بتاعه، بقى هو الاله بتاعه، بقى هو المحرك بتاعه. كل ما تيجي يعمل له اي حاجة، بكام هتدفع كام؟ فبقى بالنسبة له المال هو الاساس. ممكن ما يبانش في الظاهر، ولكن ممكن يبان في الباطن. يعني ممكن يكون هو في داخله اهم حاجة عنده ايه؟ المال. فبينشغل بيه انشغال كبير جدا. يعني ممكن يترك
اهله يشتغل مثلا اليوم كله يترك اهله، المهم محبة المال طبعا، ده غير اللي بيشتغل عشان يعول اسرته، دي حاجة ودي حاجة. نفرق ما بين واحد بيشتغل من اجل ان يصرف على اهله وعلى ومن لا يعمل لا يأكل، وبين واحد كل همه المال. يعني ممكن يكون واحد عنده شركات كتير، عنده مصانع كتير، عنده حاجات كتير ومش مرتضي. يقولك ان المياه كلها بتجري ناحية البحر، والبحر ليس بايه بملآن، اللي جت منها ان البحر يحب الزيادة، البحر يحب الزيادة. يعني ممكن يكون مثلا عنده مثلا مليون، 10، 20، مش مشكلة، المهم الزيادة. طب أهم حاجة أنت دلوقتي محبتك مع المال، منشغل بالمال بنسبة 100%، طب فين ربنا؟ فين حياتك الأبدية؟ طبعا ده عكس العمل، عشان بس نفرق، احنا بنعمل علشان ايه؟ ما نمدش ايدينا. حتى وكيل الظلم النهارده بيقول انا استحي اني انا انقب، واستحي ان انا ايه امد ايدي لحد وايه واشحت. امتى تاني يكون محبة المال يكون شر؟ معروف ان محبة المال اصل لكل ايه الشرور. انظر الى نفسك، لو كان في قلبك مفيش محبة اخرى غير محبة المال، اذا فانت في شر، المال هنا بالنسبة لك شر. عيدنا امبارح بعيد القديس العظيم الانبا بولا، اخوه بطرس محبة المال دخلت الى قلبه، فقال بابايا راح السما وانا ما عنديش غير اخ صغير اسمه بولس، خلاص ده صغير يبقى ليه نصيب الصغير، واخد انا النصيب الايه الكبير. وتيجي بقى مشاكل الميراث التي لا تحصى ولا تعد. اذا كنت انت واقع في فخ الميراث وانا ليا النصيب الاكبر، وفي شيطان اسمه شيطان النصيب الاكبر، شيطان النصيب الاكبر دون في القصة بتاعت ابو مقار، لما ابو مقار قعد طول النهار يشتغل، وبعد ما اشتغل اليوم كله عمل ايه طلع حطب كتير كده، فظهر له شيطان في شكل راهب بسيط غلبان شيخ كبير، قال له انا مش هقدر يا حبيبي اشتغل، فارجوك يمكن اخد شوية حطب منك. قال له عينيا اتفضل خد اللي انت عايزه. راح الشيطان عمل كومتين، كومة كبيرة وكومة صغيرة، وقال لابو مقار اختار. فابو مقار لما جه اختار النصيب الصغير، مع ان هو اللي تعبان اليوم كله دون علشان ما يوقعش فخ اسمه شيطان النصيب الاكبر. فلما الشيطان لقاه اختار النصيب الصغير، الشيطان راح ايه اتحرق. ليه؟ لانه ما قدرش يقف قدام اتضاع القديس العظيم ابو مقار. فمحبة المال اصلا لكل الشرور، وكلنا شايفين الموضوع دون بيحصل في مواضيع المواريث. امتى تاني المال يكون شر؟ لو انا متكل عليه بنسبة 100%. الاتكال على المال معنى كده ان انا ايه ايماني ضعيف، معنى كده ان انا مش حاسس ان في اله هو الضابط الكل، الرب الهنا اللي بيحرك العالم ده كله. لو انا بتكل على المال اذا انا اصبحت من محبي المال، وده كانت مشكلة الغني، ما اعصر دخول الاغنياء او المتوكلين على المال الى ملكوت السماوات. امتى المال كمان يكون شر؟ لو بيوقعني في خطية زي خطية الكبرياء، يجعلني اتكبر بسببه. دلوقتي الميديا التكنولوجيا كل واحد بيسعى انه يجيب احسن حاجة، بيسعى ان هو يجيب حاجات متطورة جدا عشان يبقى هو اللي اخد الايه الاسبقية. يقول لك ده انا عندي مش عارف موبايل نوعه ايه، والموبايل ده احدث موبايل في العالم. هل انت محتاج كل امكانيات الموبايل دون، ولا انت جايب هذا الموبايل عشان تفتخر بيه على اخواتك الضعفاء اللي ما عندهمش؟ وتلاقي بقى واحد نفسيته للاسف ضعيفه، زي الشباب اللي ممكن يكون نفسيتهم ضعيفه، يرجع لباباه يتخانق معاه، انا عايز موبايل زي فلان، انا عايز مثلا حاجه معينه زي فلان. قيسوا على كده اي حاجه تانيه ممكن تخلي الواحد يقع في الكبرياء. وبعد شويه هذه التكنولوجيا هتبقى تكنولوجيا قديمه، ونيجي بعد 5 6 سنين يقول ايه ده؟ ياه معقول انا كنت بتخانق على هذه التكنولوجيا، دي بقت تكنولوجيا قديمه، تلاقي الاحدث منها دلوقتي.
فممكن يكون المال يخلي الواحد يقع في فخ وفك ان هو يتكبر على غيره. الطمع وعدم الاكتفاء. الطمع عبارة عن عبادة الأوثان. الإنسان الطماع، الإنسان اللي بيبقى طماع ما يبصش غير لنفسه، وده بسبب ان هو عنده برضك مشكلة محبة المال في قلبه، ودي بنشوفها برضو زي ما قلنا في المواريث، بنشوفها حتى كمان في أبسط الحاجات، ممكن يكون في العمل. في العمل ممكن الواحد يبقى طماع ان هو ايه يعني ما يديش للإنسان حقه، لو كان هو مثلا مدير او حاجة ويكون في صلاحيته ان يديله ترقية او يديله زيادة، هو طماع مش عايز يخليه ياخد فلوس كتير عشان ميبقاش زيه. طماع، هو عايز ياخد حتى الحاجة للي غيره. دايما الكتاب بيقول اعطي الاجير حقه قبل ان يجف ايه عمله. يعني واحد المفروض يدي للانسان الاجير، يديله حقه قبل حتى ما عرقه ما ينشف على ايه، على جبينه. كمان ممكن يكون الـ 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 المال يكون شر امتى؟ لما يخلي الانسان بخيل. تخيلوا مثلا لما تبقى في زوج بخيل مش قادر يصرف على ايه، على مش عاوز يصرف على مين، على اسرته، كل ده عشان ايه، عشان المال. وبرضو بقول البخيل، ما بقولش الحريص، ما بقولش المحدود الدخل اللي بيحاول ينظم، خلي نفرق في الكلام عشان ما حدش يرجع يقول ابونا قال. او الزوجة البخيلة، ممكن تكون في زوجة مدبرة بزيادة لدرجة البخل. طبعا معروف ان الزوجات يعني مدبرات اكتر من الازواج، ومع ذلك ممكن تكون في زوجة مدبرة بشكل ان هي عايزة تحوش عايزة تحوش عايزة تحوش، عايزة تعمل مستقبل ليها. فمحبة المال اصلا هنا يعتبر خطية، لان هي بتخليها ما تديش لولادها كل حاجة. طبعا الانانية، الانانية والانانية معناها ايه؟ معناها ان الانسان عايز يصرف على نفسه بس. يعني لو انا اناني، المهم انا ممكن ما اطلعش العشور، وهنا مال الظلم. واذا كنا غير امناء في مال الظلم من يأتي منكم على الحق. ممكن انا اقول انا مش مهم بقى، يعني معلش الكنيسة تقدر تصرف على الفقراء، وفي ناس كتير بتدي وعطايا كتير، او ما انا عامل ايه بقى، اجي اول الشهر ولا اخر الشهر كده لما اخد المرتب بتاعي اقوم واخد الفلوس حاططها في جيبي واقول بقى مش مشكلة، المهم انا بقى، المهم اسرتي، ما الدنيا غالية والدنيا مش عارف ايه. مع ان اللي بيدي العشور زي زمان الاباء الكهنة القدام الحلوين كان يقول لك اللي يدفع العشور بيته ما يخشوش الدكتور، بمعنى ان ربنا كده كده بيبارك في الحاجة القليلة اللي ربنا بيديها. احيانا بيكون المال شر لما يكون انت معاك مال، والمال ده انت وصل بيك ان انت معاك مال كتير فبتبذره. التبذير، لما يبقى فيه تبذير، يعني البخل ده اكستريم، ده تطرف، مثلا نقول تطرف يميني، في تطرف شمالي اللي هو ايه، التبذير. مع ان خير الامور الوسط، وان الطريق الوسطى خلاص الكثيرين. مش معنى انت معاك اموال كتير انك تعيش في تعظم معيشة. من التبذير دون هيخلي الواحد يعيش في تعظم معيشة، ودي خطية من ضمن الثلاث خطايا اللي اتحارب بيها السيد المسيح على الجبل. التبذير، ممكن يكون المال شر لما يصل معانا الى حال التبذير، ان الواحد يكون بيبذر المال اللي معاه. اذا المال في حد ذاته ليس خطية، ولكن استخدامنا للمال هو اللي بيحدد اذا كنت انا دي محبة المال موجودة في قلبي ولا لا. ربنا قادر ان يدينا الحكمة في ان احنا نصرف الاموال دي فيما يعود على نفع لينا وعلى الاخرين، لالهنا المجد الدائم ابديا امين. وخنقوم اسميني اسقو وبنت باي ايهو بي اوي بي